أدب. والسؤال هو قرارة الموجة هو ديوان لشاعرة عراقية راحلة، فمن هي؟ تم نشر الديوان 1957، ثالث ديوان ليها. منجال النفس، بتتغلب على اليأس والإحباط وبتتأمل الموجة اللي أوقات بتكون في قاع وفي لحظة تكون في قمة. مين بقى أشهر شاعرة عراقية يا رندا؟ مين؟ إنعام كجهجة. إنعام كجهجي عايشة. وتاني حاجة هي أديبة مش شاعرة. فرندا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. لأميعة عباس، رباب الكاظمي، نازك الملائكة، سلمى الملائكة. نازك الملائكة. من حقك تاخدي الريسك. ليه؟ غلط. لأن انتوا 40 فممكن تبقوا 35 مش هتفرق كتير، أو تبقوا 50 فتفرق كتير. جهاد، إجابة صحيحة. نازك الملائكة طبعا هي الإجابة الصحيحة.